ابيض. الله حي الشام. احكيلي عن الشام. لك احلى عالم. احلى عالم. والطايف؟ مطعم الشام؟ لك بقلب الشام. بقلب الشام. يا عطشان عدوت الشام الطيب، برد وتازع عدوت وبارد وطيب عدوت. فرجينا 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 خير. فرجينا. حزي حزي حزي. لا ما بدي احكي دائما احلى كاسه توت. احلى كاسه توت. الله حي الشباب. الله يسلمك. الف صحة وهنا. ابو يعرب؟ ابو يعرب. من فين الشام انت؟ من دمشق. من فين من دمشق؟ من اي حارة؟ من شاغور. شاغور تحديدا. تحديدا. ليش تميز الشاغور؟ شو بيتميز؟ باللبس العربي سيد راسي. الشام كله بيتميز بالعلوات، بنار الشاغور، بالبيوت القديمة، بالحوالي، بالناس الطيبة، بالأكل اللحم الطيبة، بالكلمة الحلوة، بالأكابر مثلكم. ليه أنت جايب تمر هندي؟ تمر هندي مو عشان تمر هندي قبل رمضان مع السوس. مع السوس. أبو عصام الطايفي بس مو للعطار. أهلا أبو عصام الطايفي. أسمع. أبو عصام. أبشر. هلا أهلا.